عزبة أشمون. عزبة أشمون أو الكرمة الجديدة. تقع عزبة أشمون بمركز ديكرنس بمحافظة الدقهلية، يبلغ تعداد سكانها حوالي 3000 نسمة. وقد انضمت القرية لمشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية تحت إشراف مؤسسة الكبد المصري في يونيو عام 2014. قريتنا خدت الكرمة الجديدة عزبة أشمون وتوابعها ضمن 5 قرى على مستوى ديكرنس والمحافظة، 5 قرى خالية من الفيروس وبالمجان. اللجنة اختارونا فعملنا حصر كامل بسكان القرية، وأرسلنا الحصر إلى دكتور جمال في شربين، وفعلا بدأ التنفيذ العملي للعلاج بالمجان. ونظرا لندرة الخدمات الطبية من حيث توفر المستشفيات وأماكن الرعاية الطبية، فكان مشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية بمثابة طوق النجاة لسكانها. القرية لا يوجد بها مستشفيات، والأهالي كانت تعاني مر الأمرين في أي مشكلة صحية تواجههم، وخاصة مرضى الكبد فيروس سي، إلى أن وصل الدكتور الفاضل جمال شيحة إلى القرية وقدم أفواجا للكشف عن مرضى فيروس سي. لو الحملات اللي نزلت القرية دي غير موجودة كانت ستضاف أمراض أخرى بالنسبة لفيروس سي وفيروس بي على الأمراض السابقة، لأنني نوهت في الأول أن القرية محرومة من أي مستشفيات أو أي وحدات صحية لمتابعة المرضى، والغالبية العظمى معظمها دخله أقل من المتوسط. قرية عزبة أشمون ديت، القرية ديت اتعمل فيها مسح، عدد سكانها حوالي كان أكتر من 3000 نسمة، علشان نشوف مين فيهم مصاب بفيروس سي. اللي كان مصاب بعلاج بفيروس سي تم عمل له التحاليل الكاملة والشاملة له بالمجان، وتم صرف العلاج له بالكامل. فدي كانت حاجة لينا احنا كأطباء ان احنا قدرنا نقدم خدمة علاجية مجانية لأهلنا الغلابة اللي في كل قرى مصر. عندي 45 سنة وسمعت ان في ناس تعالج من الفيروس، فانا رحت معاهم عملت تحليل فلقيت عندي الفيروس، قالوا لي تعالي خدي علاج في اليوم الفلاني. فانا رحت بعدها بشهرين جبت العلاج، بقالي 6 شهور باخد فيه. من ساعة ما خدت العلاج وانا حلوة الحمد لله، يعني تمام. كنت حاسس بتعب ان انا جسمي تعبان ورجلي، حللت وقال لي عندك فيروس، رحت حللت وخدت العلاج، والحمد لله خدنا العلاج بكل سهوله وكل احترام، والعلاج جاب نتيجه ما حصلتش، وربنا يصلح حالهم ويزيدهم كمان ويعينهم ويقويه. لو ما كانش فيه العلاج ده كنا هنعمل ايه؟ كنا هنموت، لان ما فيش مقدره ان احنا نجيب العلاج. عارفوا ان الناس كلها تعبانه منه، في اكتر المعالم كل الدوله تعبانه منه، وربنا كرمنا هنا باللجنه هنا بتحللت للبلد وحللت الناس الموجوده في البلد كلها. اللي خلاني اروح احلل زعوا في القريه، قال لك جميع القريه تيجي تحلل بي سي ار على اساس اللي عنده فيروس سي ياخد العلاج، وبالتالي مشيت في اجراءات التحليل وكده وطلع عندي فيروس سي واخدت العلاج. يا ابن خلص الكلية ومشي، ما عدتش اعرف بقاله 9 سنين، السنه ما اعرفش راح فين، والتاني عيان والله. يعني الحال الحمد لله، يعني لو كان ما فيش انتم ربنا يخليهم يا رب، والله ما كنا متعالجين ولا عاملين اي حاجه. انا عارف ان انا عندي فيروس من زمان، فربنا اتانا بالناس الطيبه، كشفت رحت مرتين أشمون، وطلعت رحت شربين، استقبلوني في منتهى الحلاوة، خدت بعض رحت بيت أركب الكرسي وأطلع أروح أركب الأسانسير على طول، أول واحد كان يخش كناني بالنسبة للظروف بتاعتي. وبعد عامين من العمل الجاد داخل القرية من تقديم الفحوصات وأحدث العلاجات المعتمدة عالميا، وكذلك توفير كل سبل رعاية طبية لمرضى الكبد والمصابين بفيروساته، أصبحت اليوم عزبة أشمون أو الكرمة الجديدة قرية خالية من الفيروسات الكبدية.